المهم اوكي انا بروح. ايه يلا. ايه السلام عليكم، رجعنا لكم. ارجع اعلق على هاي المباراه، ما اعرف اذا يلعبون صدق ولا لا، بس عندنا ستار بوي ضد اكس اف او. اذا سلطان بيصير يلعب ضد كي جي، انا بعلق مكانه. اوكي نايس. الكتريك على ايش يسوون؟ وورم اب. زين هاي المباراه وينر كوارتر، هاي اول مباراة وينر كوارترز عندنا حاليا. ابدو ابدو عادي ابدو. هي زين هاي المباراة بتكون قوية. احد هاي المباراة من مباراة الوينرز كوارترز، يعني اول مباراة كوارترز الفايز يوصل للوينرز. هذا بس ثواني. تعرفني. المهم بدينا المباراة عندنا ستار بوي ضد اكس اف او. وينرز كوارترز الواصل الفايز يوصل وينرز سيميز. هذه بيست اوف 3، بس عندك صعوبة. اوكي بدينا نير ابيرز ابيرز. اوه الكتريك الكتريك فور ذير. نير هاي المباراة من المباريات الغريبة يعني. اوكي ايوه هذا الشيء. اوه بعد عايش كنت اوه وات هاي الكتريك ما سوت ستان مال الكتريك. نير اب فور ديس يسوي وولينج 119 ضد 126 131 على كازويا، بس بعدها اوه داونير ما بتاخذ الستوك. اوه اوكي الحين اكسفو موجود على الليج قدر يرجع. اوه ريج درايف شو هيفنز جيت طبعا اسمه ضربه. اوكي نايس باك يا ريج كارد هذا الستوك. اوكي ياسين ياسين يشوفون بعض من بعيد. اوه الكتريك ما كانت الكتريك بس كانت وين بس. اوه 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 الكتريك. اوه لا مسك الكتريك بس القنبله انقذته. ابي اوت اوف نو وير داش اتاك. اوب اوب اوه الكتريك. اوكي انا سويت دوج. هو زين ان اكس اف او ما يحاول ان يتحدى كازويا من جديد، يعني على طول يسوي اب بي ويشرك. اوكي نيرز على ابيرز خلاص دخل في الفورتكس مال مستر جيم دواج. اوكي داش اتاك ادجار سيتويشن اب بي. الاير دوج. صراحة اللعب وايد يخوف من اوكي او داون خذت الستوك من على الطرف. تربوي شكله مو بعيد من الوضع. الكتريك دامج بس 22 اوكي اوكي جاجل نير نير نير. اوكي كان في بالباكر من سكه مره ثانيه. هاي مرة سوت دمج أكثر أو أقل ما أعرف. إلكترو
اهلا تاتا، كيف حالك؟ فوكس كلاود، اوه بس ثاندر جاد فيست اومن ابي على ابير داشتك ما في عنده نقزه. اوكي اوه هاي ريكفري ليزر اب دوج. اوه نايس دوج داشتك بعد اوف ستيج. اوه اوه اوكي يلعبون نيوترال مره ثانيه الحين يسوي وولنج بالفورد اير نزل نير على ابي باك اير اتجار سيتويشن مره ثانيه اتجار سيتويشن بعد هالو وايد تتاخر في الريكفري سوى ديلي حلو صراحه. اوه 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 145 ضد اوكي راح الريج راح الريج. اوه كان بيزر داون اوكي نير ابي على طول نكسه فوق لان الحين خلال هالجيم ما نمسك ولا مره انضرب اشياء انضرب لكن بس ما نمسك ابدا ما يتقتلها حصل 1% من البلاس زون. اوه ابي اوه فير اوكي الحين ايفن اوه الحين وايد ايفن داون اير بتذبح بتذبح ذبحت ال ليش؟ يا اخي اسوي ما يخصني هذا عندك عندك تورنمنت اورجنايزرز نغير الفوت يسوي رول ان او رول اوي يسوي سكيل ايشوز. اي شيء كل شيء سكيل ايشو. سوي ريست حق الكنترولر اوكي سكروا السويتش بيفتحونها مره ثانيه 1-0 حق اكسفو. انزين خلينا نسولف في الشات. الشات يقولون سكيل ايشوز ات ويل بي كريزي اف ذا ثيرد بيست ستيفن جي سي سي ون ذس تورنمنت. ما اعرف منو ثيرد بيست ستيفن جي سي سي. اوكي كلوس اهلا جالكسي كيف حالك؟ نشوف انه سوى ريست حق السويتش. خلنا نشوف وين وصلنا في البراكت. يعني نحن تقريبا وصلنا للتوب 16. لا بعدنا الوينرز كلهم برا توب 16. جالكسي وكوريدور لعبوا بس ما حطوا النتيجه. سيكو سناك بيلعبون كيجي وسلطون ياسي يلعبون الحين نامو سبرينج بوي توهم خلصوا سووا ابديت حق كوريدور وكوريدور وجالكسي سووا ابديت حق المباراة سووا دي كيو زين بنشوف شو بيختارون الحين. زين الوينرز كوارترز عندنا نبتة وعندنا جالكسي وعندنا سوي. الحين سيكو سناك اس يلعبون هناك سلطان وكيجي اس يلعبون الفايزين من هذول الاثنين بيلعبون في الوينرز كوارترز. نامو سبرينج بوي لعبوا ما اعرف من فاز اتوقع نامو فاز. بعدين عندنا في اللوزر انا موجود زين الحين بنبدا ولا ما بنبدا؟ اوكي كازيا ومستر جيم من واتش كازيا ومستر جيم من غش مره ثانيه. الجيم الثاني
اوكي هال ستيج اللي هو ستيج مونسورا. يلا بسم الله. جيم ثاني بداية قوية من اكس اف او، ما بوايد قوية. نير اوكي بس نص نير ونير واحدة نير. كمبو بريك بالابير الكتريك مرة مرة. سوبر ارمور داون سماش ابي تو هيت. ثاندر كاتل كان بتكسر الشيلد. سوال انتاي. استعمل كينجدم هارت. اوكي افترق. ديمن فو. هو تبون الصدق انا ما اعرف ليش ستار بوي يستعمل اوبشنات مال هداي، يعني ما يحاول ورا لان احنا نحاول يمسك. المهم نرجع للمباراه. اوكي الكتريك اظني هاي الالكتريك الثاني اللي ما تسوي ستان عشان هو توا كان فهو لازم يزعل الارض. الكتريك ابي نايس حلوه صراحه. ناس اقول انه هو وايد اكس اف او كان يمسك الشيلد وهو ما كان يحاول يسوي اي جراب اي شيء، بس انه يحاول يسوي كرتات غريبه. المهم جراب، اول جراب نشوفه في المباراه على الكتريك على روح كومبو على الجراب مره ثانيه. الحين بدي نشوف يسوي جراب. فوردير بضحكته. ابير. ديمون فول. كيب اوت بالفير. قرال نجزه بس ما بعده. بس ما هيفنز جيت. نايس اب سماش. اوكي فيري كلوز. ستوك الكتريك. ضيع النير. وايد فلوت راح فوق. الكتريك مره ثانيه. نير الكتريك بس باكير. يحتاج اوبنر اب سماش اي شيء. نايس باري. نزل بنير جاب ابي باكير. ما يستوي له جاكل، ما يستوي له كمبوات. نزله شفت حياتي. ابي اوت اوف نو وير كان تاخذ الستوك. ابي بس واحد واحد. جي جيز نايس جيمز. 13 اتاك ستوك هاف ماني. اوكي باك تو يعني واحد ون اوف كوارترز. كيجي غلب سلطون. سناك وسيكو بعدهم ياس يلعبون. واحد 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 واحد. مباراة قوية، مباراة وايد قوية. أنا بلعب ضد ام جي 64. ياسين تشيكون على كل شيء. المهم كي جي ونامو في الونر سكوارتر. جالكسي وسوي بعد في الونر سكوارتر. وعندنا اكس اف او وستار بوي يلعبوا في الونر سكوارتر. اوكي الجيم الثالث اخر جيم في المباراه هذه. ما في كومبو. ابي اوكي رجع الدمج على السريع. واو غطى كل شيء لما انظر يعني. انا بنفسي ما شفت الداون سماش. انا صراحه ما شفت الداون سماش صراحه، بس شفت كذي على الارض. بس نرجع للمباراه. تباكي هذا هو كيف اير دوج ما فاد هناك ضد الفوردير. اوكي اللاندنج سوى كان لاندنج ما كان وايد اوكي من اكس اف او. نفس الوقت
ستار بوي ما عدل اللعنة. Best of 3 question mark. Yes, best of 3. بس التوب 8 أظن best of 5. زين اشوفهم متجدم وايد حاليا بس هل بيتم متجدم؟ اوكي ياس يلاحظ انه عنده ريج فهو يبغي يشرد اكثر شيء فانا ندوس اوه نايس داون ياس اوه ما يكون على الارض يلعب كأنه هذا شو الشخصية اللي تلعب من لج لج اوه فاردير انضرب فيها ودي اي اوكي قدر يجح داون يلا خلص الستوك فيليجر ايوه ناس فيليجر من لج للج اوكي شرد كاتتاك اوكي حبيب اوكي كروس اب هي اوقات ان ستار بوي حتى مو بيحاول موش بيحاول يتحدى اللاندنج اصلا يعني وايد اوقات ان يقدر مثلا يسوي ابيات تشيب ولا يسوي اي شيء اوووو كان لو انضرب الكرسي كان ميت ترى اوكي الكتريك تاش اتاك هذا الستوك اوكي الحين يحتاج اوبن اب وكومبوات وهالاشياء عشان ياخذ الستوك اوكي اوه اوردر على بي ابي شو سوى هناك قبل لبي القنبله خربت كل شيء ما شفنا شيء ايوه دامج 51 اوه كان يبي بال ثاندر جاد بس اوه كان بي اوه انضرب القنبله اتوقع انه بس صعب ان يرجع من هنا اوه نايس هير دوج ايوه 93 وايد صعب ان يشتغل مثل جيم وايد انت خسران اوكي جي جيز 2-1 حق اكس اف او المباراه كانت وايد طويله صراحه اوكي اوكي اكس اف او وصل ونا السيميز ستار بوي وصل اللوزر بس توب 16 ولا ما توقعت بعد ما دخل توب 16